أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني هذه لا فيديو قصيرة إضافية لا فيديو اللي درت مقبل وسميتها حقيقة الإنسان الزهري. يعني لم يعني أوضح بعض الأمور توضيحا، يعني بعد ما رأيتها وسمعتها مرات. فأولا الشيء الذي أريد أن أشير إليه أن هذا الإنسان الزهري، يعني كل ما قالوه عليه أنه يعني هو مرتبط بهذا الكوكب الزهرة فهو يعني خطأ، وحتى هو حرام. إذ كان الإنسان اعتقد في هذا الشيء وصدقه فهو حرام، يعني يدخل في علم التنجيم. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية أن إن كان هذا الزهري موجود كما قلنا ممكن، يعني لا ننكره، إلا إنه إنسان له خصوصيات حقيقة ما لا ننكرها، بعض الطاقات، بعض يعني الخوارق للعادة ممكن أيضا، لأن ليس إلا الزهراوي اللي عنده خوارق للعادة، كاين ناس كفار مشركين لهم خوارق للعادة، ولكن هي ليس من جنس الكرامة، إنها من جنس يعني الجن والسحر والشعوذة ومن عمل الشياطين. يعني يستطيع أن يكون هذا في المجتمع هذا الإنسان الزهري، وممكن أيضا حقيقة لأنه عنده خصوصيات في دمه وفي يعني في هذه العلامات في جسمه، ممكن يعني تفتش عليه السحارة وحتى الجن لكي يستخدمونه، لأن الجن التي تفتش على الإنسان الزهري هي الجن الذين يعني مرتبطين مع أكابر سحارة الإنس وأكابر سحارة الجن أيضا، ليستخدمون هذا الزهري إذا كان لهم حقيقة يعني منفعة بخصوصيته وبطاقته أو بدمه. الحاجة الثالثة اللي يعني لما يعني نوضحها تكلمت عليها وما وضحتهاش يعني كما ينبغي، هي أن لا يعني أن الإنسان الزهري هو يعني لا يصل إلى مقام ولي من أولياء الله أو إلى مقام عبد صالح يعني نافع، ولا يعني يستطيع أن يصل، ليس بزهريته ولكن بعبادته وطاعته والتزامه بالكتاب والسنة والعبادات والطاعات والتقرب إلى الله بكل عمل صالح وإلى آخره. نعم يستطيع أن يكون زهري عبد صالح أولي من أولياء الله، ولكن يعني ليس بزهريته ولكن بطاعته لله وللرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعمله الصالح، بيعني الذكر، بكل يعني أنواع الأعمال والأفكار والطاعات يعني التي تقرب إلى الله عز وجل. هذا ما كنت أريد أن أقوله، لأن حقيقة يعني الآن انتشر كثير الكلام على هذا الإنسان الزهري، وهو يعني إلا عبد يعني أكرمه الله وفضله ببعض الخصوصيات وببعض الطاقات ببعض حتى الإمكانيات، ولكن كما قلناه الآن هو كإنسان له خصوصيات، ولكن مع الدين ومع يعني الشريعة عليه أن يلتزم بكتاب الله وبالشريعة وبسنة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يرتفع وإلى مقام ولي من أولياء الله أو إلى يعني مقام عبد صالح، يعني في عبد صالح كما
وصفته يعني الشريعة وكما وصفه الدين كله، ويعني يكون نافعا للغير حتى بطاقته أو بالقدرة تاعو تاع العلاج أو بالقدرة تاعو لكشف على بعض الأسرار إلى آخره. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.